من النهاردة مش هنروح كوفرات، من النهاردة مش هنروح نعمل فرد شعرنا برا البيت، لأ احنا هنفرد شعرنا جوه البيت بأبسط طريقة ومكونات طبيعية ومغذية من قلب بيتنا، مش هتضرنا لأ ده بالعكس هتفيدنا. مع ماما نونا هتوفري وتدبري. يلا بينا نصلي على رسول الله وخشي اتفرجي على الفيديو الجميل اللي هيغذيلك شعرك، اللي هيطريلك شعرك، اللي هيفردلك شعرك بماسك للشعر مكوناته كلها طبيعية، مكوناته كلها من قلب البيت. يعني مش هتجيبي حاجة غالية ولا هتروحي للكوافير تاني وداعا للكوافيرات. مع ماما نونا هتعملي كل حاجة صالحة لشعرك. يلا بينا نتفرج على الفيديو. حاجات بسيطة وحاجات كلها موجودة في قلب البيت. مزايا قرن فلفل أو قرنين فلفل ولمونية وقلب صبار لو عندك، ده كان عندي في قلب التلاجة مش عندي، هتشتري واحدة ب5 جنيه، وعسل نحلي وزيت زيتون. هتعملي أحلى ماسك لشعرك، فرد طبيعي، فرد مكوناته طبيعية، مش هيضرك أبدا، ده بال هيغذيلك شعرك وهيفردلك شعرك، والمكونات كلها بسيطة وعلى قد إيدينا. هنشوف هنعمل إيه، هنقشر المزايا وهنحط الزيت وهنحط الحاجات المكونات بتاعتنا دي في قلب الخلاط وهنضربها. ده طبعا قلب الصبار، لو عندك صبار شايلاه في قلب البيت خدي قلبه من في الفريزر يعني حافظاه ولا حاجه. ودي مزايا ممكن لو وانت بقى حسب شعرك، يعني انا شعري صغير فعامله حاجات على قد شعري. انت كل ما شعرك يتقل ويبقى كبير طويل يعني وتقيل حطي قطري مثلا بدل مزايا 2 كده. يعني حطينا الصبار قلب الصبارة، حطينا المزايا، قرن فلفل كبير او قرنين كده صغيرين، هنشيل البذر اللي فيها وهنخرط كده قرنين الفلفل دي قطع صغير. الفلفل يا جماعة مغذي جدا جدا للشعر، خشي اعملي بحث كده عن الفلفل وشوفيه مغذي ازاي لشعرك. الموز طبعا مغذي جدا جدا برضو للشعر. الصبار طبعا كلنا عارفين الصبار حلو ازاي للشعر. انا خرطت كده قرنين الفلفل، هحط ايه تاني، هحط بقى زيت الزيتون. زيت الزيتون طبعا انتوا عارفينه برضو جميل ازاي للشعر، هيدي لمعان، هيدي ترطيب للشعر، هيفرد لك الشعر. بجد بجد المكونات كلها طبيعية ومن قلب البيت، مفيش بيت طبعا مفيش فيه المكونات دي. ليمونة، الليمونة دي برضو حلوة جدا لفروة الشعر. لو انت بقى عندك حساسية من الليمون بلاش الليمون، يعني بلاش تحطي ليمون. انما لو انت ما عندكيش حساسية من الليمون يا ريت تحطي ليمونة او نص ليمونة او تحطي نقطتين بس كفاية، لو انت مثلا بتتهرشي من الليمون او بيحصل لك حساسية من الليمون. هحط بقى زيت الزيتون، هحط كده معلقتين كبار زيت زيتون، وهنحط معلقتين كبار عسل نحل. عسل نحل طبيعي، والياريت ياريت لو عندك بقى شمع العسل كمان، الله على الجميل. حط كده معلقتين عسل نحل حسب برضو شعرك، يعني حسب ما انت بتحط الشعر. وهحط معلقتين 2 زيت زيتون. انا كده بصوا حطيت معلقتين، هحط معلقتين 2 زيت زيتون، وهضرب كل الخليط ده في قلب الخلاط. هيطلع لك كريمي كده جميل في منتهى الجمال، هيخلي شعرك ده في حتة تانية اقسم بالله. هتعمليه مرة كل اسبوع هيغذي شعرك، هيمنع لك الفراغات بتاع شعرك، هيمنع التساقط، اهم حاجة هيمنع لك التساقط. بس اهم حاجة ان انت تدومي على الحاجة دي، يعني مش مرة وخلاص مثلا ولا تعمل، لا لازم لمرتين في الاسبوع لمرة كل اسبوع. ولو عملت الخليط وفاد منك شيليه لتاني مرة يعني، بس مش هتشيليه لمدة طويلة، قال لي حاجة يومين تلاتة. هتعملي الماسك ده على شعرك، هتفرديه على شعرك حلوة قوي، وهتغلغلي بيه الشعر كده كويس قوي، وهتدعكي فروة شعرك كده منه كمان، وهتلفيه وهتلبسي بقى بونيه كده عليه وتسيبيه لمدة ساعة ولا مدة ساعتين. وبعد كده اغسليه بالشامبو بتاعك وبالبلسم، وشوفي شعرك هيبقى عامل ازاي.
اقسم بالله هيبقى شعرك في منتهى الجمال زي الحرير. بس عايز يا جماعه ان انتي تستديمي ورق على الحاجه. وصلت معايا لحد كده؟ يا ريت تقولي عاش يا ماما نونا، تخشي تشتركي في القناه، تسيبي لي تعليق حلو، ولو عملتي الوصفه وطلعت حلوه يا ريتك تدعي لي دعوه حلوه. بصوا عامل ازاي، بصوا ما شاء الله. هتمسكيه بقى تكون شعرك حتى يعني مغسول مش مغسول عادي، ودهني شعرك كده كويس كده اهو بكل اطرافه من اول الجذور بتاعت الشعر لحد اخر الشعره، وامسكيه كده اعملي كحكه وحطيه اربطي بقى بونيه او اي حاجه لمده ساعه او ساعتين.